السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اللي هي جديده بزاف وسهله في التحضير، اللي غتكون ان شاء الله هي دجاج بالاعشاب. غادي نحضروا ان شاء الله الدجاج بالاعشاب طيب في الكوكوط بلا الماء، تيجي لذيذ بزاف، سريع في التحضير، وفي نفس الوقت وصفه اللي هي خفيفه تليق الوجبات غداء او عشاء، تحضروها بلا مجهود بلا والو، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. إذا كانت أول زيارة لكم للقناة، ما تنسوا تشاركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بجديد الوصفات اللي كنزل، وما تنسونيش من اللايك ديالكم وشجعوني بالرأي ديالكم في التعليق. نشوفوا مع بعضياتنا المقادير وطريقة التحضير. نشوفوا أول شيء المكونات اللي هما بساطين بزاف. غنحتاجوا فيهم كمية ديال الدجاج يكون منقي ومغسول، يكون مسقطر مزيان. عندي بصلة كمية كتبقى اختيارية، أنا قطعتها على هذا الشكل، هذا ممكن أيضا تقطعها دوائر. زيت نباتية، ملح على حسب الذوق ديالكم. غنحتاجو هنا عود ديال القرفة، نجيمة وحدة ولا جوج، شوية تاع سكنجبير، البزار الأبيض، أو شوية ديال الأعشاب المنسمة. أنا استعملت هنا خليط ديال الأعشاب المنسمة. غنحتاجو أيضا لاموطارد، أنا عندي هنايا لاموطارد لونسيان، هذا هو الشكل ديالها. بالنسبة للناس اللي معمرهم استعملوها، هذه راه تيجي مذاقها هائل مقارنة مع الأخرى. وعندي هنايا كمية ديال الزبدة تقريبا واحد المعلقة كبيرة. طريقة، غادي نحضروا اول شيء التتبيله ديال الدجاج اللي غادي نستعملوا فيها. خديت هنايا كميه من هذيك لاموطارد، الا ما كانتش متوفره عندكم راه ممكن تستعملوا فقط الموطارد العاديه، غادي ديروا تقريبا واحد المعلقه كبيره ونص بالنسبه لهذا القدر ديال الدجاج اللي استعملت هنايا. غادي نضيفوا عليه هنايا سكنجبير، البزار والاعشاب. الاعشاب ممكن تطحنوهم الا ما حبيتوش تخليوهم هكا باينين بزاف، ثم ملح على حسب الذوق ديالكم. شويه ديال التحميره ما ذكرتهاش في المكونات ولكن كتبقى اختياريه، ضفتها انا فقط باش تعطيني اللون للدجاج ديالي. ثم شويه ديال الزيت النباتيه اولا زيت الزيتون، كتبقى اختياريه. كنخلط هاد المكونات مزيان هكا بيديا حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. ثم كنبدا كنخفف فيهم بالماء بهذا الشكل هكا باش نقدر نشرمل بهم الدجاجه ديالي وتشرب مزيان هاد المكونات اولا هاد التتبيله هادي. هانتوما تنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنبدا كنشرمل الدجاجه. هنا كنحاول ندخل ليها هذيك التتبيله في جميع الاجزاء ديالها. انا هنا الدجاجه ديالي خليتها بالجلده، لحقيتاش كنفكر من بعد انني غادي نحمرو مازال في الفران. نتوما الا كنتو غادي تقدموا هكا راه يمكن لكم فقط تحيدوا ليه الجلده وتبلوه مزيان. ممكن ديروا ليه التتبيله واحد الساعه قبل وتخليوه مرقد، ممكن ديروا كما درت انايا، ما كانش عندي الوقت باش نخليه حتى يتشرب مزيان، يعني درت ليه التتبيله وديته يطيب نيشان. ايضا كيجي لذيذ بزاف، غير هو كنعرفوا الدجاج كيما تشرمل من قبل وبقى في الثلاجه هكا حتى تشرب مزيان كيما كتكون النتيجه احسن. هانتوما تندخل ديك التتبيله حتى تحت الجلده باش اللحمه ديالو كتشرب مزيان هذيك التتبيله، تشرب مزيان المذاق ديال الاعشاب. الا ما كانوش متوفرين يعني هنايا دوك الخليط ديال الاعشاب المنسمه، ممكن تستعملوا فقط الزعتر بوحدو اولا الزعتر بوحدها اولا الازهر. ممكن ايضا تضيفوا على هاد الاعشاب ورقه نتاع سيدنا موسى، حتى هما كيجيو مزيانين.
هانتوما هنا من بعد ما شرمت الدجاجه ديالي مزيان، غناخد كوكوط وغادي ندير فيها شويه د الزيت. غادي نوضع البصله، والبصله ايضا غادي نتبلها بنفس التوابل اللي درت للدجاج، يعني غادي نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال لاموطار. وكنأكد لي ما تفرش عندهم لاموطار دا لونسيان، ممكن يستعملوا الموطار عاديه حتى هي كتعطي مذاق زوين بزاف. غادي نضيف الاعشاب المنسمه، دائما الاعشاب اللي درنا الدجاجه هما اللي كنديروا مع البصله، كميه ديال الملح، سكينجبير والبزار، ثم انا هنا ضفت حتى شويه ديال البزار اسود، وكنبدا كنخلط مزيان، وفي نفس الوقت كنحل هذيك البصله مزيان باش كد دغيا كتهبى وكتجينا مضغمره مزيان. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نوضع الدجاجه ديالي من فوق هاد البصله، وصفه راه سهله بزاف، يعني سريعه في التحضير، ما كتاخذش لينا وقت طويل. كنضيف هذيك الشرموله اللي بقات لي انا في التبصيل، ما كنضيف لا الماء لا حتى شي حاجه. الدجاج اصلا كما كتعرفوا راه كيطلق الماء ديالو في الطياب، وايضا البصله، يعني بالنسبه للكميه اللي درت انا هنا راه كافيه ان الماء ديالها يطيبهم ليا. غادي نوضع هذيك النجيمات والعود ديال القرفه، ثم غنوضع الزبده من فوق، في نفس الوقت كتنكه ليا الدجاج ديالي، كتعطيه لون احسن، وما كتخليش لينا هذيك البصله انها تلصق لينا في الكوكوط. هنا ممكن تستغناو على هذه الزبده هذه وتعوضوها غير بالزيت النباتيه اولا زيت الزيتون، يعني الاختيار كيبقى لكم. كنسد هنا على الكوكوط، كنديرها الصفاره، كنوضعها فوق البوطه، وكنخليها يعني تنجهد عليها العافيه غير حتى كتصفر ليا الكوكوط، ومن بعد كنخليها طيب على عافيه مهيله بزاف. هانتوما هنايا من بعد ما دازت ليا تقريبا نص ساعه واحد 30 دقيقه، كما قلت لكم ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب. هانتوما هذا هو الشكل ديالها، كما كتشوفوا البصله كتجي مضغمره، والدجاج كيجي طايب مزيان، تيجي يعني اللحمه ديالو كتكون دايره بحال الزبده، طيب مزيان وكيجي لذيذ رائع في المذاق. وهذا كيكون هو الشكل النهائي للطبق اللي اقترحت لكم لهذا النهار. هذا الدجاج من بعد ما طيبته في الكوكوط رانا دخلته للفران حتى تحمر ليا شي شويه، كما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي زوين بزاف، تيجي كيشهي للدره، كيجي لذيذ بزاف، وتيجي داك المذاق ديال الاعشاب في الحقيقه تيجي بنين بزاف. ان شاء الله تجربوه، وانا متاكده بانه غادي يعجبكم، وغادي تعاودوا هذه الوصفه مره وجوج وثلاثه ان شاء الله. طبق اللي هو بسيط وسهل في التحضير وصحي في نفس الوقت. الفيديو ديالنا توصل للاخير ديالو، كنشكركم على حسن المتابعه. بالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا كيشوفوا القناه، ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش تصلوا ان شاء الله بمزيد من الوصفات الصحيه والبسيطه. وما تنساونيش من اللايك ديالكم، وخليوا لي الراي ديالكم في التعليق، اكيد بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، دائما على قناه ليلى للطبخ العصري. الى اللقاء.